Life is like a road. It has bumps, cracks, and obstacles. But in the end, it gets you to somewhere. هسه كمل شرح الباراسايت ان شاء الله. هاي المحاضرة بيها نوعين رح ناخذ من الباراسايت. نكمل. عندنا اول باراسايت اللي هو دايفيلو بوذيريوم لاتم او هم للاختصار نسميه دي لاتم. دايفيلو بوذيريوم لاتم او الدي لاتم. هذا شنو اسمه الثاني؟ هذا هم هاي هذا الباراسايت همين من السيستود. هم سيستود يعني همين تيب ورم. زين واحد من الديدان الشريطية. بس شي يسموه الفيش اور برود تيب ورم. اذا هاي خلينا نسميها دودة الاسماك الشريطية او يسموها برود. وهسه راح نعرف ليش نسميها برود اصلا. مين اجى اسمها دايفيلو بوذيريوم لاتم مين اجى؟ هسه راح نشوف. فهاي هي سيستود حال الاشنانة. اكيد خنفية تكون. زين وش تكون؟ سيجمنتد. وهي من الديدان الشريطية. الابيديميولوجي الفيش تيب ورم انفكشن از ديستريبيوتد وورلد وايد. In the temperate regions, it is associated with eating of raw or improperly cooked fish, water fish. يعني هذا من اسمها fish tapeworm. مين احنا راح ننصاب بيها؟ ناكل اسماك مصابة او موجودة بداخلها larval stage مالتها. اذا اللارفا راح نشوفها هسه. دورة الحياة موجودة بالفش بالاسماك الغير المطهية جيدا. واللي يعني الفريش او الرو فيش اللي ممكن احنا نصاب بيها. اذا المناطق اللي ياكلون بيها اسماك مصابة باللارفا هي اكثر شيء تكون بيها. المورفولوجي هذا مهم انه هو اللونجست تيبورم. اذا اللونجست سيستود اطول وحدة من السيستود هاي. found in man تقريبا 3 الى 10 متر with more than 3000 بروغلوتيد. احنا اذا تتذكرون السيستود قلنا هي تكون سيجمنتد بيها سيجمنت. كل سيجمنت يسموه بروغلوتيد. فهي بيها اكثر من 3000 بروغلوتيد وطولها من 3 الى 10 بحيث هي اطول التيب ورم. زين الهيد مالتها او السكولكس مالتها resemble two almond shaped leaves and the broglotid are broader than they are long. A morphology reflected in the organism name. إذن هذا ليش سموه همين اسم ثاني البرود تيب ورم؟ لأن البروغلوتيد مالتها أكثر من يعني العرض مال البروغلوتيد أكثر من الطول مالتها. هسه راح نشوف هنا هاي العرض مالتها نوعا ما أكثر من طولها. يعني هي ما مبينة هنا صراحة بس هذا العرض مالتها زين نوعا ما أكثر من الطول. فلهذا سموها البرود تيب ورم. اذا لين عرضها زين اكثر من اللينث مالتها من الطول فسموها البرود تيب ورم. الهيد مالتها السكولكس هذا كانه ليفز شلون اوراق النباتات هذا. وهسه بعدين راح نشوف بيها بعد شغله ثانيه مميزه. اذا هذا يسموه السكولكس بيها شنو المون شيب ليفز. بيها تو almond shaped leaves يعني مثل الأوراق اللي تكون oval in shape أوراق بيضوية نوعا ما أو almond shape يعني شون اللوز يعني. فهذا almond معناته مثل اللوز. فبيها هذا التركيب. وهسه راح نشوف بيها شنو بعد السكولكس مالتها. هذا لها اسم بعد تسمية دايف بالبوذيريوم لاتم. مو بس الفيش والبرود تيب ورم مرات يسموها السودو تيب ورم. هسه راح نعرف ليش مرات يسموها السودو تيب ورم. هسه لحد الان بالمورفولوجي انه هي اللونجست بها اكثر من 3000 بروغلوتي طولها من 3 الى 10. والسكولكس بهيجي شكل الورقة مثل الورقتين تو المون شيب ليفز. وليش سموها برود تيب ورم؟ لان البروغلوتيد مالتها اعرض او اكثر عرضا من طولها من طول البروغلوتيد نفسه. الايج مالتها 30 الى 50 مايكرومتر. هذا مو مهم السايز لكن شنو هو الايج؟ راح نشوف ان الايج شنو بيها شغله مميزه هسه. بيها الامبريو و 3 بير اوف هوكليتس. هاي الايج
هاي الان امبريونيتد ايج، بعدين هاي الامبريونيتد يعني الناضجه الايج الناضجه مميزه. اول شيء بيها هذا التركيب، هذا شيء يسموه اوبركلم. اوبركلم اذا هي تعتبر اوبركليتد ايج. وهذا هنا هذا التركيب يسمون نوب، نوب هذا النوب، هذا الاوبركلم هذا النوب. والامبريو اللي بداخلها شبيه 3 بير اوف هوكليتس، يعني بي هوكس. الامبريو اللي بداخله هوك وبهذا السيليا، هسه نشوفه هاي السيليتد يكون، هذا السيليا اللي راح تساعدها على السباحه، هسه نشوفها بعد. اذا هاي الايج مالته بيها الاوبركلم بيها النوب والامبريو اللي هو 2 بير اوف هوكليتس، يعني او 3 بير العفو، يعني 6 هوكليتس بي. بعد شنو خلينا هسه نشوفها بعدين الدي دايفلو بذيري، خل نشوف هنا ندرسها بالمورفولوجي مالتها. هاي شوف هذا الهيد مالتها، هذا هسه هي السكوليكس، هذا هو السكوليكس، هذا يحكي هذا الكلام يحكي عن هاي الصورة، هذا السكوليكس الهيد مالتها شبيهة. It has a typical pseudo-philidian scolex. الهيد مالتها يسموه pseudo-philidian. ليش سموه pseudo-philidian؟ يعني هذا بينما بقية السيستود، كل السيستود الباقية ما نسميها pseudo، نسميها cyclophilidian. الهيد مال باقي السيستود مثل الأجنانة، مثل الإكاينوكوكس غرانيلوزز، التينية، ذنيش السيستود البقية، الهيد كنا نسميه cyclophilidian. هذا ليش يسموه سودو؟ ليش كاذب؟ لأن الهيد مال دنيتشا السيستود كان شبيه، كان بي سكرز، سكر في التركيب كروي يسموه السكر، يساعد على الاتاتشمنت. زين، وكان بيها روستلم، زين روستلم، وممكن هذا الروستلم يطلع من عنده هوك اذا تتذكرون، ممكن اكو روستلم وهوك كان بالهيد. هذا ما بي، هذا سودو كاذب. هذا شبيه بي شنو؟ بي تو بوذيريا اور سكينج جروفز، بيها جروف، هذا الجروف، هذا جروف وهذا جروف، لذلك وهذا هو شكل ال 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 هنا مو اكو هنا جروف وهذا جروف. زين، وهذا هو الشكل اللي هو الورقه، مو قلنا المونت شيب، هذا هو شكل الورقه. زين، او خلينا نغير اللون حتى يوضح شويه. هذا الشكل قلنا الهيد بيها تو المونت شيب ليفز لايك، مثل الليف. وعندنا هذا هو الجروف، ذولا هذا جروف وهذا جروف، هذني الجروف يسموه السكنج جروف او البوذرية. اذا هي ليش سموها سودو فيليديان؟ لانه السكوليكس مالتها، ليش سموها سودو كاذبة؟ لانه السكوليكس مالتها ما بي سكرز اللي موجودة بباقي السيستود، وانما بيها تو سكنج جروف، بيها جروف مو السكرز اللي هن هيك كان تركيبهن بالنسبة للبقية. إذا بيها بوذرية، لذلك هو ليش سموه داي فيلوبوذيريوم؟ داي يعني ثنائي البوذريوم، البوذريوم اللي هو هذا السكنج جروب. إذا ليش سموه داي فيلوبوذيريوم لاتم؟ داي بي يعني بي اثنين سكنج جروب. إذا هذا ذني التو جروفز السكنج جروب هو هذا، وهذا هو اللي انطى الاسم الدي لاتم، الداي فيلو بذيريوم لاتم من ذني تو سكنج جروف. اذا هسه هذا. وبعد البروغلوتيد قلنا احنا انه مالتها البرودر، برود اكثر من اللينث مالتها. زين، وبعد شبيها البروغلوتيد هم يختلف عن باقي السيستود. هذا الماتشور بروغلوتيد شبيه ذا جينيتال ان يوتراين بورز اوبن تو فينترال سيرفيس ان ذا سنتر اوف ذا بروغلوتيد، اللي هو هذا البلاك ارو، هذا البلاك ارو اللي هو شنو هذا؟ هذا شيء يمثل، هذا هو الجينيتال اند يوتراين بور. احنا نعرف انه هي خنثيه، بيها يعني الريبرودكتيف سيستم مع الميل والفيميل بنفس الكائن، نفس البروغلوتيد. فيقول لك انه هذني البورز موجوده بالسنتر، باقي السيستود كانت البور لاترالي تنفتح، هاي موجوده بالسنتر. اذا هذا هم فد اختلاف، اذا باقي ال other species تكون lateral pores بينما هاي central. There are numerous tests through and بيها التستز اللي هي احنا قلنا هي شنو اللي يعني قلنا ال reproductive system مال الميل والفيميل هذا سيم. واكو ovary bilobed، هذا ال ovary bilobed ovary هنا، هذا هو ال ovary.
مالتها. إذن أكو تستز أوفري بنفس البروغلوتيد. إن جرافيد اليوترس هذا كاركترستيك روسيت شيب. الجرافيد سيجمنت اليوترس مالته من بين شكله هيك مثل الروزيت شون الروز يعني أو الروزيت شون الوردة يعني ما من بين هاي الإيج مالته الإيج هنا أكو هذا الأوبركلم اللي هو من بين هنا أنا صراحة وهذا النوب هذا النوب أوبركليتيد إيج. شوف الإيج آر undeveloped when past approximately 40 ل 60 اول بالبدايه الايج اول ما تطلع والفيسز تكون بعدها unembryonated غير ناضجه تنضج بالمي تنضج هذا السايز وبيا هذا الاوبركلم اللي هو not clear in this photo. الاوبركلم اللي هو هنا المفروض ما مبين صراحه بالصوره مو كلش واضح بس هو موجود واكو النوب بالابو بيركولر اند يعني هذا احنا عندنا هذا الاند هذا الاوبركلر اند اللي موجود بيه الاوبركلم بالطرف المناقض ليش اكو النوب بالابو بيركلر اند اللي هو الطرف المناقض للاوبركلم هذا هو النوب هنا نوب بهذا الطرف وهنا اكو اوبركلم بهذا الطرف زين هاي هسه ناخذها زين خلينا نرجع اذا عرفنا بعض الخصائص هسه نشوف دورة الحياة هو شنو بالفيسس حتطلع الان امبريونيتد ايج الايج غير ناضجه اول ما تطلع تنضج بالووتر ورا ما تنضج تفقس يطلع من عندها هذا الامبريو شي يسموه هذا اللارفا يسموها الكوراسيديا اللي شو تكون سلييتد هاي تقدر تسبح الكوراسيديا هاي تسبح هاج فروم ذا ايج ان جست تسبح الى ان يجي ياخذها هذا الكائن اللي هو من القشريات يسموه السايكلوب مرات يعني نوع من انواع القشريات البحريه هذا الكراستيشن نوع من القشريات ياكل الكوراسيدي داخل السايكلوب اللي هو هذا شنو تتحول الكوراسيدي الى شنو في شيء يسموه برو سيركويد لارفا اذا الكوراسيدي لارفا راح تتحول داخل هذا الكراستيشن الى برو سيركويد لارفا هذا الكائن هسه اللي بداخل البروسر كورد لارفا منو راح تجي السمكه تاكله السمكه تاكله داخل السمكه ايش راح يصير انفكتد كراستيشن يعني القشريات المصابه اللي بداخلها موجود البروسر سيركويد من ياكلها انجستد باي سمول فريش ووتر فيش الاسماك الصغيره تجي تاكله البروسر كورد لارفا ريليست فروم كراستيشن ديفلوب انتو بليروسيركويد اذا راح تتحول من البروسر كويد الى بليروسيركويد اللي هي هاي هاي هي البليروسيركويد هاي هي الانفكتيف ستيج خاف تنسألون عن الانفكتيف ستيج فهي عندك هاي اللي سميناها بليروسيركويد لارفا الانفكتيف ستيج ممكن هاي السمكه بعدين تجي ياكلها سمكه اكثر بريدتر فيش تاكل السمكه هاي ما تفرق سواء اكلنا احنا هاي السمكه الصغيره او السمكه الكبيره موجود احنا موجود اللارفا البيلر سيرك اللي هي البليرو سيركود لارفا هيومن انجست رو اور اندر كوكت انفكتد فيش اذا الاسماك المصابه اللي بداخلها البليرو سيركود لارفا ممكن احنا ناكلها اذا كانت اندر كوكت راح ننصاب تنزل هاي اللارفا بالسمول انتستين راح تبدي شنو يصير بيها ماتشوريشن تكون السكاليكس بعدين تتحول الى ادلت البروغلوتيد اللي هو اليوترس مالتها ريليس ذا اماتشور ايج اللي تطلع بالفيسز وتنعاد دورة الحياة من جديد الانفكتيف ستيج اللي هو هذا اللي هو البليروسيركويد هذا هو الانفكتيف ستيج هذا الانفكتيف ستيج او سمينا البليروسيركويد this stage found وين موجود بالفيش اللي هي the second intermediate host as the infective stage to human طبعا هسه احنا من الديفينيتيف هوست من الديفينيتيف هوست هنا الهيومن الهيومن هو الديفينيتيف هوست ديفينيتيف هوست موست من الفيرست انترميديت هوست الفيرست انترميديت زين هذا السايكلوب او نسميه الكراستيشن هذا السايكلوب اللي هو نوع من انواع القشريات الكريستيشن هذا الفيرست انترميديت والفيش تعتبر شنو السكند انترميديت هوست
السكند انترميديت هوست من هي الفيش. إذا الفيش هي السكند انترميديت هوست، والفيرست انترميديت هوست هو الكراستاشن أو السايكلوب، واللي هو مانه هو الديفينيتيف هوست. فالبليروساركويد اللي هو الانفكتيف ستيج وين يكون؟ بالسمك، قلنا داخل السمك اللي هي السكند انترميديت هوست، بيها الشالو بوذرية. إذا هاي البوذرية مالتها بعدها شالو، ما صايرة ديب، يعني الجروف السكند جروف بعدها شالو، مو مثل الأدلت، لأن هاي لارفا مو أدلت. كان فاري انسايد فروم 5 مليمتر تو 3 سنتيمتر، يعني شوف ايش قد صغيرة، بينما الأدلت ايش قد يوصل طولها إلى 3 إلى 10 متر. هاي ممكن 5 مليمتر إلى 3 سنتيمتر، هاي كلش صغيرة. إذا من يصلح ماتشوريشن وتصير أدلت داخل سمول انتستين كلش راح تكبر يعني. فهذا اني صور هسه عرفنا تقريبا دورة الحياة مالت الدي ليتم. Life cycle: the gravid segment are retained by the worm. The gravid segment اللي هو اليوترس مالتها، شي يسوي release للايج. هو طبعا يبقى retained يعني مرات تحتفظ بالجرافيت ما تسوي له release، لان ممكن يصير له release بس عادة تحتفظ به، مو مثل بقية الورمز اللي الجرافيت اللي هو اليوترس يطلع حتى هو ويا الفيسس. هنا retained by the worm يعني يبقى تحتفظ به. مش تطرح الايج اللي هو قلنا اوبركليتد، الاوبركلم اللي هو هذا موجود هنا، واضح طبعا الاوبركلم هنا شويه واضح، هذا هو الاوبركلم، هذا الاوبركلم هنا ايضا، هذا هو الاوبركلم. اوبركليتد ايج باس ان ذا فيسز، قلنا بالبدايه ان امبريونيتد، بعدين تنضج، من تنضج بالووتر تفقس ايش تعطيني سلييتد كوراسيديم اللي هو هذا، هاي هي الكوراسيديا اللي هي سلييتد which swim about free. هاي بما انه عندها سيليا الكوراسيديا راح تسبح الى ان يجي منه، يجي ياكلها هذا الكراستشن القشريات السايكلوب، eaten by crustacean مثل السايكلوب او مرات يسموه دياب توماس، هاي قشريات بحريه تاكل هاي الكوراسيديا. داخل الكراستشن اللارفا الكوراسيديا تتحول قلنا الى منه، الى السكند ستيج لارفا اللي هي البروسيركويد. اذا الفيرست ستيج لارفا نسميها الكوراسيديا، السكند ستيج لارفا سميناها اللي هي هاي سميناها البروسيركويد. اذا كوراسيديا تتحول الى بروسيركويد وين؟ داخل القشريات. تجي هاي السمكه تاكل الكراستشن، وين الكراستشن ار سوالود باي فيش ووتر. ذا لارفا، اللارفا اللي هي البروسيركويد ايش بيها؟ مايجريت انتو ذا فليش اوف ذا مسل فيش اند ديفلوب تو بليروسيركويد، اور مرات يسموه سبارجنم لارفا. احنا من راح هاي هسه شنو الكوراسيديا اللي داخل الكراستشن قلنا، راح الكوراسيديا اللي هي الفيرست ستيج لارفا داخل القشريات راح تتحول الى بروسيركويد. اوكي تجي السمكه تاكل هاي البروسيركويد، وين تروح؟ تروح للحم للمصل. لذلك احنا من ناكل السمكه راح ناكل المصل مالتها فننصاب. طبعا البروسيركويد لمن تتحول داخل المصل الى الانفكتيف ستيج، من الانفكتيف ستيج سميناه البليروسيركويد قلنا اللي هو هذا، هذا داخل المصل مال الفيش. بليرو مرات يسموه سبارجنم لارفا، فاذا اجت بليروسيركويد او سبارجنم لارفا هذا هو الانفكتيف ستيج اللي داخل المصل مال الفيش واللي احنا ناكله. They are infected by ingesting raw or improperly cooked fish. إذا السمك الغير مطهو جيدا ممكن نصاب وننعدي من عنده. The tapeworm راح تنزل التابون، تنزل بالsmall intestine. بالsmall intestine هذا هاي اللارفا اللي هي البليروسيركويد راح تبدي يصير بها maturation إلى أن تتحول لا adult. ورا 3 weeks the adult worm تتكون adult وتبدي شنو تطرح الايج. زين فاللايف سايكل ريكوير تو انترميديت هوست، اذا هاي تحتاج تو انترميديت هوست اللي هو الكراستشن او السايكلوب الفيرست والفيش السكند. فالورم وبالسمول انتستين شو اتوقع اعراض؟ ممكن مايلد ديبندينج اون ذا نمبر، حسب ايش قد انت اعداد الاصابه، كم ورم يعني كم ورم انت انصابيت. يسوي ابدومينال ديسكومفورت، ممكن هي تسوي مال ابزوربشن تسد السمول انتستين، فيبدي الشخص ما يمتص الاكل فيصير عنده لوس اوف ويت، لوس اوف ابيتايت، مال نيوتريشن لان هي تسد السمول انتستين. ممكن بس اخطر شيء المال ابزوربشن، هاي انتبهوا هاي كلش مهمه. شو تسوي هاي الدي لاتم الانيميا
neurological problem associated with vitamin B12 deficiency بال heavily infected individual. إذا خاف تجي في tapeworm وتسوي لك B12 deficiency, يعني نعرف إنه في فيتامين B12 deficiency شو تسوي لك؟ تسوي لك ميغالوبلاستيك أنيميا. ميغالوبلاستيك أنيميا ال B12 deficiency يسوي لك ميغالوبلاستيك أنيميا. وايضا B12 deficiency هو فيتامين, هذا من يصير B deficiency يصير demyelination, فإلى يصير neurological problem. اذا مشاكل ال B12 deficiency هي الميغالوبلاستيك أنيميا والديمايلينيشن اللي يصير بالمايلين شيث, فيصير نيورولوجيكال بروبلم. هاي مهمة. إذن التيبورم اللي ممكن تسوي لك B12 deficiency هاي الديليتم. الدياغنوسيز تلقى الايج عن امتي بروغلوتيد, مرات تلقى سيجمنت البروغلوتيد بالفيسز بس اكثر شيء الايج. وبالهستري اكيد هو ماكل شنو raw fish consumption are resident in endemic localities. فانت حتى تبدي تفكر انه اصلا هاي ديليتم مو بس ايج, لازم انه هو اكيد عنده هيستوري انه ماكل سمج ممكن غير مطهو جيدا وفي منطقه انديميك ممكن. تريتمنت ايضا البرازي كوانتيل هو الدرج اوف تشويس. فريزنج فور 24 اور ثرو اوت كوكينج اور بيكلينج اوف فيش كولز ذا لارفا. اذا احنا ممكن اذا بردناها السمج هذا نبرده لمده 24 ساعة أكيد راح تموت هاي اللاربة البليروساركويد, قلنا الانفكتيف البليروساركويد تموت, ممكن تموت إذا بالكوكينج الزين بالتبريد بالتنظيف الزين. fish reservoir should be kept free of raw sewage. نيكلوزاميند 2 غرام per hour start after light breakfast. فيقول لك انه انت حتى نسوي prevention للموضوع اكيد لازم هو وين يطلع الايج, تطلع ويا الفيسز. فالسواج المجاري وغيرها لازم تكون بعيدة عن مياه الانهار والبحار, اكثر شيء البحار لازم تكون بعيدة حتى شنو, حتى الايج الفيش ما تنصاب. احنا ما نريد يعني احنا لازم السواج اللي يطلع اللي يكون بيه الايج لازم شنو ما يروح يختلط ويا مياه البحار حتى ما تكمل دورة الحياة. فيقول لك لازم الريزرفورز مال الفيش should be kept free from of raw sewage حتى ما تنصاب الفيش, حتى احنا ما ننصاب. فممكن للبريفنشن ورا اي بريكفاست, اذا كان هذا البريكفاست بي سمج مثلا, ممكن ناخذ نيكلوزاميد 2 جرام اورالي حتى كبروفيلاكسس كبريفنشن, خاف انه هذا السمج مصاب. هنا prevention مثل ما قلنا prohibition للdisposal of untreated sewage into freshwater, لازم نمنع انه المجاري تروح لمياه البحار والليكس وغيرها. وال personal protection cooking all freshwater, على مستوى شخصي لازم تطهو السمج بشكل زين حتى شنو, حتى ما تنصب. خلصت هاي, خلصت اللي شي يسموها الديلاتهم. هسه نبدي بالاسكارز. هاي الاسكارز ماكو عنوان بس هنا الاسكارز. هاي الاسكارز هي نيماتود. هاي اول وحده من النيماتود راح نبدي. هسه خلصنا السيستود وخلصنا التريماتود, نبدي بالاسكارز اللي هي نبدي بالنيماتود. النيماتود يسموها الراوند وورم, هذول من فصيله يسموها الراوند وورم. راح ناخذ محاضره كامله عن النيماتود طبعا, بس هاي الاسكارز منفصله يعني هنا محاضره وحدها. فالاسكارز هاي من النيماتود. النيماتود راوند وورم. الراوند وورم تتميز انه تكون من اسمها راوند, يعني تكون اسطوانية نوعا ما, وتكون الاجناس منفصلة ميل عن فيميل منفصلات عكس السيستود عكس التريماتود. فالنيماتود تكون الاجناس منفصلة ميل عن فيميل وتكون راوند وتكون بيها كومبليت جي اي تي, يعني الاليمنتري تراكت بيها ماوث وبيها انس, complete gastrointestinal tract mouth and anus higher round one, يعني متطورة أكثر نوعا ما. فهاي هي الأسكارز اللي هي تنتمي للنيماتود. اللايف سايكل مالتها هسه راح نشوف اللايف سايكل مالتها. احنا نصاب بالايج, الايج مو تطلع بالفيسز, تطلع الايج بالفيسز زين. هذا الايج اللي هو بالفيسز طبعا لازم يكون fertilized fertilized egg. إذا كان unfertilized
لأن إحنا قلنا إنه هي هنا الأجناس منفصلة مثل ما تشوفون male and female. فالإيج اللي هي fertilized تقدر تكمل دورة الحياة، تمر بعدة مراحل إلى أن تصير هاي الإيج، الإيج هاي بداخلها اللارفة زين، وفي كالأورال هي تنتقل ننصاب إحنا. طبعا تطلع هاي اللارفة وين؟ تنزل للسمول انتستين، تطلع اللارفة، اللارفة هاي تخترق السمول انتستين. وين تروح؟ تبدي تسوي مايجريشن، تسوي هاي اللارفة مايجريشن طبعا عن طريق البلد into the lung، تدخل للألفيولاي، بعدين تصعد ويا التريكيا، بعدين تنزل هاي اللارفة وين؟ ترجع من جديد بالجي اي تي وتنزل ترجع نفس المكان. هنا من سوت هاي الدورة ورجعت للسمول انتستين صارت ادلت، صارت ادلت. إذن احنا هسه راح نشوف هي هاي دورة الحياة. طبعا اذا اما اذا كان الايج انفرتلايزد، يعني ما صار فرتلايزيشن بين الميل والفيميل، قلنا الاجناس منفصلة مثل ما تشوفون، هاي ما يصير بيها ديفلوبمنت غير معدية. يعني الان انفرتلايزد ايج نون انفكتيف، تكون نون انفكتيف، الفرتلايزد ايج نون انفكتيف، بينما الفرتلايز هي اللي راح تمر بدورة حياة، ننصاب تطلع احنا ننصاب تطلع اللارفا بالسمول انتستين، تخترق تروح للبلاد، وبالبلاد تمشي لللونج للالفيولاي، وتنزل من تنزل مرة ثانية وترجع تصير ادلت بيها مايجريشن. يعني فيقول لك the adult worm، طبعا الادلت ورمة تتكون live in the small intestine والايج are passed in the feces، a single female can produce up to 200,000 egg each day about 2 weeks after the passage in the feces. إذن ممكن قلنا بالأدلت الhabited organ مالتها هي the small intestine، هذيك همينة الديلاتم هم كانت بال small intestine الhabited organ مالتها، إذن بال small intestine، وتنتج الفيميل توصل يعني كلش معدية توصل 200,000 egg. بداخل الايج قلنا ايش اكو؟ اللارفة او الجوفينال ستيج، داخلها اكو اللارفة اللي هي هاي اللارفة، هاي اللارفة داخل الايج يسموها الجوفينال، يعني الطفلة او الامبريو مالتها. humans are infected when they ingest the infective egg، اذا الايج اللي بداخلها اللارفة اذا اكلناها ننصاب، راح تفقس بالسمول انتستين، تنزل الايج وتفقس قلنا بالسمول انتستين، و it penetrate قلنا تخترق السمول انتستين، تروح للبلد، تمر عادة بالليفر بالبداية، بعدين تروح وين؟ لللانج ويا البلد. هاي هنا هي فقست هنا بالسمول انتستين، راح تخترق تروح بالبلاد، تمر بالليفر عادة الى ان تروح لللانج زين. in the lung the juvenile، طبعا the juvenile worm leave the circulatory، تطلع من البلاد فيزل مال اللانج، وين تروح؟ تروح للالفيولاي، enter the air passage يعني للالفيولاي، بعدين migrate ويا الالفيولاي ويا التريكيا والبرونكاي الى ان توصل للفارينكس، يصير هشنو؟ سوالوينج، تنزل من جديد سوالوينج وتنزل بالسمول انتستين، شو تصير؟ تصير ادلت. اذن بيها migratory phase. why scars undergo such a migration through the body only to end up where it started is unknown. زين واحد يقول شنو شو استفادت الاسكارز بهاي المايجريشن؟ هي بدت بالسمول انتستين ورجعت للسمول انتستين، ممكن هاي يعني ما معروف هذا الشيء، بس ممكن انه حتى يساعدها على الماتوريشن. such a migration is not a unique to scars. طبعا راح نشوف انه مو بس الاسكارز، هواي نيماتود وهواي اكو ديدان اخرى بها المايجريتوري فيز، اخذناها همين اخذنا سابقا هواي ديدان بها المايجريشن، يعني مو بس الاسكارز. يعني as it close relative راح نشوف اكو ريليتيف للاسكارز هم تصير بها هاي المايجريشن. هسه اذا الاسكارز بها هاي المايجريشن، طبعا اكيد من تروح لللانج راح تسوي لك فد هم يعني أعراض باللانك. هسه نشوف إذن هسه من الانفكتيف ستيج اللي هي الفيرتل، لازم الايج تكون فيرتلايزد واللي ذات كونتين ذا لارفا، هاي يعني الايج ذات كونتين ذا انفكتيف لارفا اور جوفينال ستيج، واللي تكون فيرتلايز هي الانفكتيف ستيج، هي الانفكتيف ستيج هاي. الهابيتد اورجن السمول انتستين ديفينيتيف هوست لهيومن فيكال اورال. زين نبدي اول شيء باللارفال ستيج كباثولوجي، من اول ما ننصاب احنا نصابينا باللارفا. اسكارز انفكشن هيومن كان كوز سيجنيفيكنت باثولوجي، اذا ما اللارفا من اول ما تدخل هي دخلت ايج فقست طلعت لارفا بالسمول انتستين، هاي صغيره ما تسوي لك عاده اعراض اول ما تنزل للارفا،
بس اللارفا خطورتها وين؟ من تصير migration لللانج. The migration through the lung causes the blood vessels of the lung to hemorrhage. هي من راح هي تعبر بالبلد vessel توصل لللانج، فلازم تطلع من البلد vessel وتروح للالفيلاي. إذا لازم تسوي rupture للبلد vessel فيصير hemorrhage، ممكن hemoptysis، ويصير هنا eosinophilic response inflammatory response كلش قوي وإدمة باللانج. ليش؟ لأن هي migration، إذا اللارفا خطورتها من تروح لللانج سوى rupture بالبلد vessel hemorrhage hemoptysis وinflammatory response وإدمة. فشي يسموها الحالة الاكيوميليشن الإدمة باللانج يسموها scars نيمونيا، مرات يسموها لوفلر سيندروم. هذا طبعا هذا مو يعني لوفلر سيندروم، هن ذني ال الديدان اللي يصير لها migration لللانج ممكن تسوي هذا يسموه لوفلر سيندروم، هو اللي ناتج من المايجريشن مال ذن الديدان لللانج بما ضمنها الاسكارز. اذا اسكارز نيمونيا مرات يسموه لوفلر سيندروم. ممكن اذا كان كل السيفير ممكن يكون فيتال، يعني يختنق الشخص او اذا كان كل السيفير عاده لا ما تكون هيك خطره، ممكن يكون سيلف ليميتد حتى. زين هسه هاي اللارفا وصلت لللانج وسوت هاي، تصعد ويا الالفيلاي وتنزل يصير لها سوالونج تصير ادلت بالسمول انتست. خلينا نشوف الادلت شو تسوي بالسمول انتست. طبعا فكرتها ان هي لارج سايز توصل 35 سنتيمتر، فاللارج سايز مال الادلت بالسمول انتستين شو راح يسوي لك؟ ممكن انتستانال ابستراكشن، تسوي لك بلوك للجي اي تي، تسوي لك عاده انتستانال ابستراكشن، هذا اللي يخوفنا من الاسكارز. زين في بعض الاحيان هذا الادلت يسوي اكسترا انتستانال ديزيز، الادلت نفسه مثلا يروح للبايل دكت، يسد البايل دكت، يسد البنكرياتيك دكت. ف it is infamous for its character to migrate within the small intestine and when a large one begin to migrate there is not much that can stop it. حتى الادلت تبدي تسوي شنو تصير بها migration، بس وين تروح؟ تروح وين؟ للبايل بلوكت migrated and بلوكت للبايل وللبنكرياتيك دكت. فممكن شو تسوي؟ بنكرياتيتس مثلا، سد البايل دكت تسوي لك جوندس كوليستاتيك جوندس، بايل دكت ابستراكشن وتسوي كوليستاتيك جوندس. زين اذن هاي الادلت ممكن يصير لها مايجريشن للبايل دكت السده للبنكرياتيك دكت السده. Or in which the worm have penetrated the small intestine in, resulting in acute and fatal peritonitis. في بعض الاحيان الادلت هاي الادلت هي كلش كبيره، ما تقدر من تخترق السمول انتستين ما تقدر تدخل للبلد فيزل من جديد، صعب. اللارفا صغيره تقدر تدخل للبلد فيزل وتروح لللانج، بس الادلت لا كبيره، فاذا اخترقت السمول انتستين وين تروح؟ للبريتونيال كافيتي، اللي هي البريتونيال كافيتي الكافيتي اللي هي بالابدومين. فمن تخترق السمول انتستين ما تروح للبلد فيزل لان كبيره، وين تروح؟ للبريتونيال كافيتي. اذا راحت شي يسموه peritonitis، تسوي لك acute peritonitis inflammation بالperitoneum. زين إذن هسه افتهمنا الأدلت شو تسوي، intestinal obstruction، ممكن pancreatitis، ممكن cholestatic jaundice سد لك البايل دكت، ممكن peritonitis. زين بس شافوا أثناء التخدير هي sensitive للأنستيزيا، مثلا شخص مصاب بأسكارز وسوى عملية أنستيزيا تتحسس وممكن يصير لها migration وتطلع حتى من النوز أو من الماوث، فيقول لك sensitive للأنستيتيك. And numerous cases have been documented where patient in surgical recovery room have had worm migrate from the small intestine through the stomach and out the patient nose or mouth. مرات بالأنستيزيا تتحسس فتطلع من الجسم، تعبر من السمول انتستين تصعد للستومك إلى أن وين؟ توصل للماوث وتطلع من الماوث أو من النوز. التريتمنت هي نيماتود، فإحنا نيماتود عادة منو نستخدم؟ الدراج أوف تشويس المبندازول او الالبندازول، دول الدراج اوف تشويس. زين يا اما التريتمنت عن طريق باراليسيس اور كيلينج للانتستان، لو نقتلها المبندازول والالبندازول دول يقللون الجلوكوز ابتيك مال الاسكارز بعد ما تاخذ جلوكوز وبالتالي تموت. كيلينج اذا دول المبندازول الالبندازول يقتلوها. زين دول كونترا انديكيتد بالبريجننسي، الالبندازول والمبندازول كونترا انديكيتد بالبريجننسي. زين شنو البديل مالتنا بالبريجننسي؟ البارنتيل باموييت، هذا شيء يسوي باراليسيس، هذا هو اللي يسوي باراليسيس. اذا البارنتيل باموييت يشيلها يسوي شلل بالاسكارز وبالتالي شنو يقتلها، هو البريفيرد ميديكيشن للبريجننسي. اذا بالبريجننسي من البارنتيل باموييت، اذا ماكو بريجننسي مبندازول او البندازول.
If there is blockage of the intestine caused by large number of worm, endoscopy to remove the worm or rarely surgery made. إذا سوت intestinal obstruction وتجمعت فهنا طبعا الحالة طبعا هاي هاي هي الاسكارز هذا الهيد مالتها كلش كاركترستكس مالتها الهيد مالتها هاي الاسكارز مرات هيش تتجمع الورم سوى انتستانال اوبستراكشن هاي شكتلها دراج ما يقتلها فلازم لو اندوسكوبي ناظور لو عن طريق شنو عن طريق السيرجري يعني بس عمليه يلا تنشال وقلنا احنا اصلا السيرجري مرات هي بالانستيزي هي اصلا تطلع سنسيتيف للانستيزي هاي سمينا هاي يسموها اسكارز لومبريكويد هاي هسه اللي درسناها يسموها الاسكارز لومبريكويدز اكو نوع ثاني من الاسكارز يصيب البيجز اكثر شيء يسموه اسكارز سوم الاسكارز سوم هاي طبعا هنا اكو هسه هاي الاسكارز سوم شبيهه هاي بالبيجز ايدنتيكال لايف سكايل تشبه الاسكارز لومبريكويدز بس اكثر شيء يصيب البيجز إذا human ingest the eggs of Ascaris sum, the larva will migrate to the lung and die. هاي فرق شنو؟ هاي اللارفا توصل لللنج وتموت. ما تتحول إلى adult. إذن هاي مين اللي هي بالبيجز. فإحنا إذا انصابينا بالإيجز، أوكي تطلع اللارفا تروح لللنج تموت. ما تكمل دورة حياتها. ماكو إيج. ما بيها دورة حياة. ما تصير adult. This can cause a... لكن شنو؟ من راحت لللنج يصير انفلاماتوري ريسبونس يسوي لك اسكارز نيمونيا لوفلر سيندروم اللي حكيناه بس شنو ما تسوي لك انتستينال ديزيز يعني ما تصير ادلت وتنزل للانتستين ادلت وورم اوف ذس دو نوت ديفلوب ان ذا هيومن اذا ممكن بالبيج تتكون الادلت بس بالهيومن ما تتكون اذا احنا شلون نقول ديد اند هوست لها الاسكارز سوم احنا لها ديد اند هوست يعني احنا ما نعدي احنا اذا انصابينا ما ممكن نعدي ليش لانه احنا شنو ما نكون ايج ما راح تتكون لأن اللارفا تموت عندنا باللانج ما تتحول لا أدلت ماكو إيج دو نوت ديفلوب أما هذا الدايجنوسيس فهو تابع علما للأسكارز لومبريكويد للأسكارز لومبريكويد حتى لا تدخل لومبريكويد هذا الدايجنوسيس نقصد بيه على الأسكارز لومبريكويد مو السوم مو الأسكارز سوم اللي هو شنو إحنا الأسكارز سون نسوي لها دايجنوسيس الإيج نلقى دايجنوس باي فايندينج كاركترستيك إيج إن ذا فيسس لذلك قلنا هاي نقصد بيه على الاسكارز لومبريكويد لان السوم قلنا السوم ما تكون ايج فهذا الدايجنوسيس للاسكارز لومبريكويد شلون عن طريق الايج بالفيسز كاركترستيك ايج بالفيسز هاي ديلاتهم حكيناها حكينا هذا حكينا زين كله حكيناها بالتوفيق خلصنا ان شاء الله بالتوفيق